ثم كثير يعني في العمل، مش بس انه الكلام نتكلمه. طب ما هو الكلام بنقول عنه لا بجيب ولا بودي، بس بالحقيقه لا بجيب بودي. الكلام الجارح، الكلام الكاذب، الكلام اللي فيه شكايه، الكلام اللي فيه نميمه، انت عم تسمح لارواح الشر الشريره انه تتعامل من خلال هذه الاقوال حتى تهدم السامع، وحتى تكون انت جزء من الدمار في ملكوت الله بدل ما تكون شخص من إنجاح ملكوت الله. على أي حال الرب يبني ملكوته، يبني كنيسته أيضاً.